سعيدة. يا رب ما اكونش اتأخرت عليك. لا ده انت جيت في ميعادك بالظبط. ازيك يا نعيمة؟ اهلا وسهلا، الحمد لله. ازيك يا مروان؟ الحمد لله، نحمد ربنا. يستاهل الحمد. اتفضلي استريح. يا اخي الواجب ان كنت اجيب نعيمة واجيلك، بس انت بقى اللي اصريت غاوي تتعب نفسك. لا ما تقلقش عليا يا عصام بيه، انا لو قلت لك ان انا زي الاول واحسن شويتين مش هتصدق. ما اغركش الكرسي اللي انا قاعد عليه ده. عامله ايه يا ست نعيمة؟ الحمد لله زي ما انت شايف. لو عايز تقول حاجة قولها، انا ما بخبيش حاجة عن نعيمة. يا بوي دي انت سرك باتع. على العموم البضاعة اللي جاية بكرة أنا عايزها كلها. عموما كله بالاتفاق. نتفق يا باشا، نتفق. وعلى الأقل نعيمة تشهد على الاتفاق اللي بينا، ولا إيه؟ الاتفاق حلو، بس لما يجي كل الأطراف. ما هي كل الأطراف موجودة أهي، ولا أنت تقصد ريم؟ لا لا لا، ريم مين؟ أنا أقصد حد تاني. أهو وصل أهو. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أخرت عليك يا عصام بيه. أبداً، ده أنت جاي في ميعادك بالظبط. نعيمة خليهم يعملوا القهوة. حاضر. إزيك يا حسن؟ بخير. اتفضل يا حسن. ايه الكلام؟ مروان عايز يشيل الليلة كلها. بس ده ما كانش كلامك معاي. الله 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 يا عصام، احنا هنغير كلامنا ولا ايه؟ انت عارف ان كلمتنا عقد في الشغلانة دي. وانا عندي كلمتي يا عادل بيه، وعلشان بعرف الاصول كويس قوي جبت كل الاطراف قصاد بعض. البضاعة هتوصل بكرة، والبيع والشراء عرض وطلب. عندك حق حسن. انت عايز البضاعة يعني هتقدر تصرفها؟ قول يا رب. يا رب يبقى حلال عليك. عادل باشا انا هسيبك مع عصام باشا وحسن ترتب الامور، ربنا يوفقكم. مبروك عليك يا حسن. الله يبارك فيك. يا مروان زي ما جينا سوا من البلد نرجع سوا ولا ايه؟ انا ندري لو ليه الله الصالحين لازم اوفيه. خلص انت اتصل بيا وانا هاجي ونسافر سوا. تدعي لي وانت هناك. قول يا رب. يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مروان ده صعب جدا. انا مش فاهم بس في ايه. ده انا قلت ان الحكاية في بيتها. ما هي في بيتها برضه يا باشا. في بيتها. معلش يا عبد الله، سامحني يا اخويا حقك عليا. والله ما انا عارفه اودي وشي منك فين، بس انت السبب يا عبد الله. انت اللي ما وقفتش لوش اخوك وقلت له انا عايز حقي. انت السبب. ايه
أنا السبب؟ لا مش أنا السبب، مش أنا السبب يا عبد الله. أنا السبب ليه؟ عشان أنت اتجوزتني وسبت البيت الكبير؟ أنت لما خرجت من البيت الكبير كنت أحسن واحد في الدنيا، كنت ملك وأنا معاك ومسنده وبساعدك. أنا مش بلومك يا عبد الله، أنا بس بعاتبك. لو كنت وقفت قدام عبد الحكيم وطلبت بحقك، بس أنت ضعفت وما قدرتش واستسلمت لحد ما تعبت ووقعت وتعبتنا معاك ووقعتنا معاك. أخوك عبد الحكيم هو السبب في اللي احنا فيه ده كله. موت أخويا وضيعنا دي يا بنته، عبد الحكيم عارف يخرج كل الشر اللي جوايا، ومش كده وبس، علم بناتك الكرة. وانت عارف يا عبد الله عمرنا ما كنا نعرف الكره ولا نعرف له طريق. لا بس انت يا كريمه سبت نفسك للشيطان يلعب بيكي. ايوه وشربتي من سمهم وبقيت زيهم. أنا اللي كل الناس كانت فاكرة إن عمري ما هقع. أنا اللي كنت بعافر مع الأيام والليالي وأقول إن أنا عمري ما هقع. أنا تقع الوقعة دي وعشان إيه؟ وليه؟ آه لو الزمن يرجع تاني، آه